والله من خلال متابعتي للمحاضرات وورشة العمل أعتقد أن هناك في الواحد يتعلم منها طبعا في بعض البروتوكولات، بعض التقنيات، يعني بعض السياسات الطبية في مجال أمراض الأنف وأذن الواحد يتعلمها، اللي طبعا في مجال تشخيص وعلاج الأمراض سواء كان علاج دوائي أو جراحي. فالمؤتمرات هذه دائما يعني طبعا من فترة لفترة إذا في شيء جديد، في شيء متطور، تغير طريقة شغلك يعني، وهذا ينعكس إيجابا على طبعا صحة المريض يعني. طبعا احنا في السنة الثالثة لمؤتمر ومعرض دبي لجراحات وأمراض الأذن، وأنا شايف أن هاي السنة احنا في اليوم الثاني حاليا يعني، طبعا عندنا بكرة كمان، بس أنا شايف أن عدد الشركات المساهمة السنة هذه أكثر الحمد لله، عدد المشاركين أكثر نسبيا من السنة اللي فاتت. السبيكرز طبعا الحمد لله جايين من كندا، في من أوروبا، وفي من آسيا. المواضيع المطروحة طبعا في أشياء جديدة علينا صراحة، فأعتقد أن بكل المقاييس المؤتمر من سنة لسنة من أفضل لأفضل يعني. بالنسبة لي أنا شخصيا، أنا كان عندي محاضرتين، محاضرة في ورشة العمل عن أمراض الدوخة وكيف نشخص أمراض الدوخة، وفي عندي كمان محاضرة في المؤتمر الرئيسي عن مرض معين لقناة ستاكيوس إن شاء الله بكرة إن شاء الله.